ارتفعت أسعار التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية في آب أغسطس لأعلى معدل لها منذ 3 سنوات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، لكن لم تبدو المؤشرات التي صدرت يوم الجمعة أن أي ضغوط ضخمة تسمح للاحتياطي الفيدرالي تغيير سياسته، حيث أشارت وزارة العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي بعد استقراره في يوليو، وهي أول زيادة منذ 5 أشهر وقاربت عتبة 1.7% مقارنة بالشهر المنصرم. الأرقام صدرت بتزامن مع الأرقام الأوروبية، حيث تسارع التضخم في آب أغسطس على أساس سنوي بحوالي 2.6% مقابل 2.4% في يوليو، وبالتالي التضخم تجاوز للشهر 21 على التوالي عتبة 2% على المدى المتوسط من قبل البنك المركزي الأوروبي المسؤول عن استقرار الأسعار. وكان الأخير قد ثبت أسعار الفائدة الرئيسية في شهر يوليو عند أدنى مستوى تاريخي.